السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي الواحد يكتب تكست بشكل افقي؟ طيب هبدأ ارسم خط من هنا لاين، تمام، اقول له ارسم لاين، هذا الشيفت بالشكل دوت، وبعد كده هاجي هنا في تكست وادوس ثواني، وبعد كده اختار تايب اون اباس تول، تمام، وابدأ اختار من هنا لحد هنا، وهبدأ اكتب الكلام اللي انا عايزه، وليكن مثلا ويل كوم ماي فريند على سبيل المثال، تمام. هبدأ اكبر الخط شوية، وليكن مثلا حاجة زي كده. طيب عايز بعد كده أبدأ اعدل الكلام بدل ما هو بالشكل دوت. دي ممكن يكون يعجب حد، يعني ممكن يكون هو عايزه كده فعلا، او ممكن من طيب هقول له انا عايز طيب اون باس اوبشن، هو ده اسمه ريمبو، هقول له انا عايز مثلا ستير ستيب تبقى بالشكل دوت. بعد كده الخط دوت ممكن نبدا اختار ان هو ما يظهرش باي سمك خالص بالشكل. طيب ابدا بقى ايه اتحكم في المسافه بين الحاجات ديت على اساس يطلع شكلها افضل. هاجي من هنا وابدا ازود المسافه وبحس يطلع شكلها مظبوط اكتر. بالشكل دوت.